الأخت تسأل يقول هل يجوز للبنت في الجامعة أن يكون لها زميل؟ الجواب هي لها زملاء شاءت أم أبت، طالما أنها في جامعة مختلطة فلها زملاء، لكن معنى السؤال كأن الأخت تقول أن يكون لها زميل يعني تتكلم معه وتأخذ وتعطي معه، والجواب بارك الله فيكم لا يجوز ذلك، فإن هذا من الاختلاط المحرم، والأصل أن المرأة لا تذهب إلى الأماكن المختلطة، لكن في حال وجودها في بعض المجتمعات التي تفرض على المرأة غالبا أن تذهب إلى المحاضرات ويصعب عليها أن تخالف منهج مجتمعها، فنقول لها قللي بقدر الاستطاعة من المخالفات الشرعية، فإذا ذهبت إلى هذا المكان فلا تتجاوبي مع أحد من الرجال ولا يحدث بينك وبينه حديث، وإنما يكون علاقتك فقط مع من في محاضراتك وفي دروسك من الأخوات، تأخذي منهن ما تشائين من المحاضرات ويأخذن منك، وأما الذكور فإياك وإياهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، هناك سؤال متعلق، إذا كان هناك دكتور يشرف على رسالتك للدكتوراه فما هو العمل؟ الجواب هذا كسابقه، يعني قلنا الأصل أنه لا يجوز الاختلاط، ولكن إذا حصل واختلطت المرأة فيكون اختلاطها في حدود لا تتبسط تماما، وإنما يكون ذلك بدرء المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل، يعني إذا كان هناك دكتور يشرف على رسالتها فإنها لا تجلس معه ولا تختلي به، وإنما يكون الإشراف عن طريق مثلا المكالمة الهاتفية أو إرسال بعض الدروس أو بعض الملفات التي كتبتها للدكتور لينظر إليها ويكتب لها ملاحظاته وما إلى ذلك. أما الجلوس معه والاختلاء به والخروج عن موضوع الأمر المطلوب فهذا كله مما لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخت سامحون تقول هل يجوز للبنت أن تأخذ درسا عند شاب؟ هذا أشد من الأول، إذا كنا قلنا لا تأخذي محاضرات من الزميل فكيف تأخذي درس عند شاب؟ هذا كله بارك الله فيكم من الاختلاط المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وكذلك الفتن التي تتعرض لها الأمة من خلال هذا الاختلاط وهذا التبرج وهذا التساهل أمرها عظيم جدا، لكن لا نتأثر نحن بها لأن المجتمعات أصبحت تستمرئ مثل هذه الأمور. الأخت تقول إذا كان درس في حضرة إخوة وأخوات، إذا كان درس في حضرة إخوة وأخوات والإخوة في مكان والأخوات في مكان آخر، والأخ يلقي الدرس ويستمع له الأخوات وهن منعزلات بحجابهن فلا حرج في ذلك، لكن أن يجلسن معا على طاولة واحدة وحول مائدة ويقوم الأستاذ بالحديث معهن وهذه تضحك وهذه تسأل وهذه بغير حجاب والرجال والنساء في مجلس واحد، هذا كله محرم ولا يجوز شرعا وكله مفاسد، وإنما الجائز ما ذكرته إذا كان للحاجة، أيضا إذا كان للحاجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب،